مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى فترة كل الأخبار تأتيكم مباشرة من أسود هذه الشروق نيوز في الجزائر العاصمة، ونستهلها بملفنا للنقاش وإلى موضوع شراء التوقيعات. قضية التحقيق يستدعي ثلاثة مترشحين للرئاسيات وأحزاب تندد بهذه الممارسات. إذن مشاهدينا، من المنتظر أن يمثل ثلاثة مترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بسيد محمد بالجزائر العاصمة. المتول يأتي للاستماع إليهم في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية. الأحزاب السياسية نددت بمثل هذه التصرفات والأفعال، ونرصد لكم مشاهدينا من خلال هذا العرض أبرز هذه لربما التنديدات. والبداية مع بيان حزب جبهة المستقبل، أين نددت جبهة المستقبل في بيان لها بما أسمتها الممارسات البالية التي يفترض أنها انتهت منذ سنة 2019 بعد التوجه نحو أخلاقة الحياة العامة. تدعم جبهة المستقبل السلطات العليا للبلاد في مكافحة هذه الظاهرة، شراء التوقيعات ومعاقبة المتورطين. كذلك تصطف الجبهة دوما وأبدا إلى جانب اختيارات وخيارات غالبية الشعب الجزائري الأبي ومؤسسات الجمهورية وقوانينها. تحذر الجبهة في بيانها كل الذين يعبثون بأموالهم الفاسدة وتصرفاتهم الدنيئة من أجل التأثير السلبي على الجو العام للانتخابات. كذلك كان هناك تنديد من قبل حزب جبهة التحرير الوطني، وجاء في بيان الحزب يتابع حزب جبهة التحرير الوطني باهتمام بالغ مباشرة التحقيقات. الأمين العام للحزب عبد الكريم بن بارك حذر رؤساء المجالس الانتقالية للولايات من الإمضاء لأي مترشح عدا المترشح الذي زكته اللجنة المركزية. ذات البيان يقول بأن بن بارك شدد على تجميد عضوية وإحالة كل منتخب أخل بالتعليم وتعمد عدم الالتزام بمحتواها على لجنة الانضباط. يتبرأ كذلك الحزب حزب جبهة التحرير الوطني من كل منتخب يثبت تورطه في مثل هذه التصرفات المعاقب عليها قانونا. كذلك مشاهدينا نرصد تنديد آخر، وهذه المرة من حركة البناء الوطنية التي قالت في بيان لها بأنه في انتظار التحقيقات المعمقة وصدور الأحكام القضائية، وفي انتظار التأكد فإن حركة البناء الوطني ترفض هذا السلوك المشين والمناقض للقانون الذي يدخل في محاولات بائسة لإفساد الحياة السياسية وتشويه سمعة المنتخبين. تؤكد كذلك حركة البناء الوطني على ما جاء في تعليمة الحركة التي تحذر من هذا السلوك المشين. تقول الحركة بأنه إذا تبث ذلك على أي منتخب من الحركة فإنه يتم فصله فورا من قوائم النضال، وتندد كذلك بأي مواطن أبدى نية في الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى بتاريخ 7 سبتمبر ويثبت قضائيا في أنه استغل جهلة أو حاجة أو ضعف أو طمع أي منتخب أو غيره وأخذ تزكية مقابل مبلغ مالي. حركة البناء تقول بأن حملة مكافحة الفساد والتي رفعها الحركة المباركة الأصيل يجب أن تطبق على من تورط في ذلك تطهيرا للحياة السياسية. إذن مشاهدينا، لرصد كل هذه الآراء يلتحق بنا بداية عبر خدمة الهاتف السيد عبد الرحمن الصالحي، نائب برلماني عن جبهة المستقبل. أهلا بك معنا. اهلا وسهلا بكم وموفقون ان شاء الله في هذه النشره ان شاء الله.
شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. إذن نرصد لربما آراء الأحزاب السياسية بخصوص مترشحين لربما أو ثلاث مترشحين يمتلون أمام الجهات القضائية في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية. كان بالأمس هناك بيان لجبهة المستقبل، نعود وإياك لربما من خلال هذه المداخلة لموقف الحزب مما لربما من هذه القضية. والله أولا نحن نستنكر هذه التصرفات والسلوكيات المشينة التي حقيقة تعيدنا ويحاول من خلالها البعض العودة إلى العهد البائد، العهد الذي أغلق عليه كافة الجزائريين منذ مظاهرات فيفري 2019، من خلالها ذهب الجزائريون إلى تجسيد خارطة سياسية وإصلاحية كبيرة شارك فيها المواطنون من خلال الحراك المبارك. اليوم ما وقع من تجاوزات من طرف بعض المترشحين أو الذين كان بودهم أن يترشحوا إلى رئاسيات 7 سبتمبر حقيقة ضربة للديمقراطية الجزائرية وضربة للجهود والإصلاحات الكبيرة التي تبدو لها مؤسسة الدولة في ظل أو نحو التوجه إلى بناء جزائر جديدة. نظن أنه كافة التيارات السياسية ومختلف التشكيلات السياسية والحزبية أشارت إلى الاستنكار أو التنديد الواسع بهذه الممارسات المشينة والتي قلت أنها تحاول ضرب مصداقية العملية الانتخابية وما شاب عملية توقيع الاستمارات سواء ما تعلق بالمنتخبين أو الناخبين. هذه السلوكيات المشينة التي نرفض جميعنا كجزائريين حاليا، خصوصا قلت في ظل التوجه نحو بناء جزائر جديدة ومتابعة وتثمين مسار الإصلاحات التي تشهدها الجزائر، وبالتالي جميعنا سواء كان في حزب المستقبل أو في بقية التيارات السياسية أو السياسية الأخرى نندد بشدة إزاء هذه الممارسات البالية التي تذكرنا بالعهد البائد والتي يفترض أنها زالت منذ سنة 2019. طيب لربما سيد عبد الرحمن صالحي، التحقيقات ما زالت مستمرة في هذه القضية، الحزب كانت له أو الجبهة كانت لها وجهة نظر بخصوص هذه القضية على غرار باقي الأحزاب السياسية في الجزائر، الأكيد بأنه هذه الممارسات التي قالت عنها بعض الأحزاب بأنها تعود لحقبة ماضية، الجزائر اليوم تحاول لربما القضاء على كل الممارسات التي تمد بالصلة للممارسات القديمة والحقبة الماضية، لماذا قد يلجأ هؤلاء الأشخاص لمثل هذه الممارسات ونحن نقبل على ربما انتخابات رئاسية ومسار سياسي جد مهم؟ والله صراحة أكيد أنه الكل يعني الدستور يتيح حرية الترشح لكل من تتوفر فيهم هذه الشروط، لكن أحيانا الأنانيات الحزبية والأنانيات الشخصية تطغى على كثير من الممارسات وعلى التفكير الذاتي والشخصي. حزب المستقبل كغيره من الأحزاب دعا إلى ضرورة تطبيق القانون والردع وفسح المجال لكل ممارسات الشفافية، ورغم ذلك سجلنا هذه السلوكيات للأسف من طرف كثير من الجهات كما أوضح بيان النائب العام بالجزائر العاصمة. ونحن كحزب نعتبر أن هذه السياسات ستعيد الجزائريين إلى العهد البائد. هذا العهد أنا قلت أنه تجار المواعيد السياسية وعربي السياحة السياسية الذين أكل عليهم الدهر وشرب وتجاوزهم الزمن لا يمكن أن يعودوا إلى الساحة السياسية، وبالتالي أظن أنه كثير من الجهات لم تهضم ولم تستوعب لحد الآن الجهود المضنية التي تقودها مؤسسة الدولة في هذه الإصلاحات، وبالتالي هم يظنون أن هذه الإصلاحات مجرد الرماد على الأعين. لكن الحمد لله نلاحظ أنه كثير من التوجهات السياسية خاصة التشكيلات السياسية القوية والتي أبانت عن قواعد نضالية كبيرة في مختلف الولايات أنها اليوم جميعا ضد هذه السلوكيات التي لا يمكن أن تعود بنا إلى حقبة الماضي، هذه الحقبة التي سجلت فيها كثير من التجاوزات باعتراف بعض الأحزاب التي ربما كانت تسلك بعض الخرائط السياسية أو الطرق السياسية
السياسية الملتوية. اليوم كأحزاب نتفق جميعا، كمواطنين أيضا نتفق جميعا، كمنتخبين نتفق جميعا أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، والجزائر ماضية بإذن الله بفضل تفطن الشعب الجزائري، بفضل أخلقت العملية السياسية، بفضل أخلقت العملية أو الحياة العامة التي نادى بها رئيس السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي فسح حقيقة المجال للجزائريين الوطنيين والجزائر الجديدة، ولا يمكننا أن نعود إلى الماضي بأي شكل من الأشكال. أستكمل هذا النقاش من هذه النقطة بالتحديد آخر ما ذكرته، لربما من بين الإجراءات التي تم القيام بها لتجسيد هذا المسعى هو فصل المال عن السياسة، هو ما تم التأكيد عليه في عديد المرات. اليوم هذه المحاولات إدخال المال من جديد للسياسة لربما والتأثير على المسار الانتخابي أو الانتخابات، لماذا لربما يلجأ البعض لمثل هذه الممارسات التأثير السلبي على الجو الانتخابي هذه المرحلة المهمة لربما؟ أظن أنه البعض يحاول تسجيل حضوره لا أكثر، يحاول بعض المترشحين الذين كانوا ينوون الترشح هم يريدون أن يسجلوا حضورهم، أم هم محسوبون على بعض الجهات التي لا تزال تريد أن تتبوأ مكانة سياسية في قادم المراحل. وبالتالي نحن فقط اليوم الجميع لا يثمن فقط إجراء فصل المال عن فصل المال السياسي أو المال عن السياسة، بل يثمن أيضا إجراءات رقمنة التوقيعات، لأنه اليوم لاحظنا أن هنالك وسجلنا بكل ارتياح رقمنة عملية تسجيل التوقيعات، بمعنى أنه كل مواطن أو كل منتخب يريد أن يوقع فذلك التوقيع يمر عبر تقنية الموافقة الإلكترونية ويسجل، إما إذا كان يسجل القبول أو لا يسجل القبول. هذا فصل المال السياسي عن العملية الانتخابية أمر جد مهم، من شأنه أن يعطي شفافية أكثر وأكثر إلى العملية الانتخابية في كافة المناسبات الانتخابية، أيضا من شأنه أن يعطي ويفسح مجال لكثير من الفئات خاصة الفئات الشبانية بعد سنوات من طغيان ذلك المال، والذي جعل كثير من المواطنين في الجزائر يفقدون الثقة في مؤسسات الدولة، وخاصة فئة الشباب التي ربما عليها اليوم أن تفرض نفسها في الساحة السياسية، ومن خلال أيضا كل التسهيلات وكافة التسهيلات التي أتاحتها مختلف الإصلاحات السياسية خاصة قانون الانتخابات. ولا ننسى أيضا أن قانون الانتخابات من خلال اعتماده على عدة يعني بعض الأمور الجديدة من خلال القائمة النسبية، ولتكون عن طريق يعني الشطب الشخصي لكل مترشح، أتاحت أيضا مزيدا من الحرية ومزيدا من الشفافية. وبالتالي هذه قلت أنه هذه السلوكيات لا يمكن أن تعود إلى الواجهة، وجميعنا مطالبون ليس فقط كمنتخبين أو كتشكيلات سياسية، بل حتى المواطن النقي الحر الغيور على هذا الوطن بإمكانه المساهمة في هذه في كبح هذه التجاوزات وإعطاء فرصة جديدة لكافة الجزائريين والحفاظ على المكتسبات والإصلاحات المحققة في هذا الظرف الوجيز بحول الله. طيب سيد عبد الرحمن صالحي، قلتم في البيان بأنه الجبهة تدعم السلطات العليا في البلاد في مكافحة هذه الممارسات، في حال ما إذا ثبتت لربما تورط الأشخاص الذين يمتلون إلى التحقيق تورطهم في هذه القضية، في اعتقادك وصولهم أمام القضاء أولا ثم تطبيق القانون عليهم كيف بإمكانه أن يؤثر مستقبلا في هذه الممارسات من جهة، وقلتم كذلك أنتم كجبهة المستقبل بأنكم ستطبقون القانون في حال ما إذا ثبت تورط أي شخص ينتمي للجبهة في هذه الممارسات؟ جميعنا، قلت جميعنا وليس فقط جبهة المستقبل، نتفق على ضرورة معاقبة المتورطين في هذه التصرفات التي تهدف إلى ضرب مصداقية العملية التوقيعات، كما تؤكد أيضا وأكدت جبهة المستقبل أنها ستتخذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد كل من تبت تورطه في هذه العملية سواء كانوا مناضلين أو منتخبين طبقا للقانون الداخلي والنظام الداخلي أكيد. أما إذا ثبتت هذه الأمور فأظن أن الردع واجب وضروري حتى نذهب إلى العملية السياسية الشفافية ونعطي مصداقية أكثر لهذه العملية. وجب الردع يكون من خلال محاسبة
كافة المتورطين. إذا ثبت في مثلا في أي حزب من الأحزاب ومن بينهم جبهة المستقبل تورط بعض المنتخبين أو المناضلين أو حتى من بعض المواطنين الذين ربما لديهم بطاقات الانخراط وينتمون إلى هذا الحزب، فلا مجال للرجوع إلى الوراء، لا مجال للرجوع إلى الوراء. نحن اليوم أمام مرحلة التأكيد على الإصلاحات التي تقوم بها مؤسسات الدولة، مرحلة يحتاج فيها الجزائري إلى كافة الأمور الشفافية، ومرحلة بحاجة إلى الإقناع، لأننا تجاوزنا مرحلة الخطابات وتجاوزنا مرحلة تغلغل الإدارة سابقا، واليوم نحن جميعا قلت أننا مجندون للوقوف ضد هذه التجاوزات التي تهدف إلى ضرب قلت مصداقية هذه العملية وضرب الجهود الحثيثة المبذولة في إعادة المصداقية للعملية الانتخابية وإلى الساحة السياسية، وكلنا قلت مجندون من أجل الوقوف صفا واحدا ومنيعا ضد هذه التجاوزات. نعم واضح، شكرا لك سيد عبد الرحمن صالحي النائب البرلماني عن جبهة المستقبل على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. العفو. إذن مشاهدينا نبقى دائما في ذات الموضوع ونعود وإياكم لبيان حركة البناء الوطني، والتي قالت في بيان لها صادر بخصوص هذه القضية بأنه في انتظار التحقيقات المعمقة وصدور الأحكام القضائية وفي انتظار تأكد ذلك، فإن حركة البناء الوطني ترفض هذا السلوك المشين والمناقض للقانون الذي يدخل في محاولات بائسة لإفساد الحياة السياسية وتشويه سمعة المنتخبين. الحركة أكدت مرة أخرى على ما جاء في تعليمة الحركة التي لربما تحذر من هذا السلوك. تقول كذلك في ذات البيان المندد بهذه الممارسات بأنه إذا ثبت ذلك على أي منتخب من الحركة فإنه يتم فصله فورا من قوائم النضال. نندد بأي مواطن أبدأ النية كذلك في الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى بتاريخ 7 سبتمبر ويثبت قضائيا في أنه استغل جهل أو حاجة أو ضعف أو طمع أي منتخب أو غيره وأخذ تزكية مقابل مبلغ مالي. حملة مكافحة الفساد تقول حركة البناء الوطني والتي رفعها الحراك المبارك الأصيل يجب أن تطبق على من تورط في ذلك تطهيرا للحياة السياسية. إذن مشاهدينا لاستكمال هذا الموضوع ونستكمله من موقف حركة البناء يلتحق بنا عبر خدمة الهاتف السيد وهاب قلعي مدير العمليات الانتخابية في حركة البناء الوطني. أهلا بك معنا. مرحبا أستاذ كريم. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. إذن نستكمل نقاش هذا الموضوع من البيان الصادر بالأمس عن حركة البناء الوطني والمتعلق بهذه القضية والممارسات التي ربما قلتم بأن الحراك المبارك الأصيل قد رفعها، في اعتقادك بداية لربما لماذا قد يعود بعض الأشخاص لهذه الممارسات القديمة التي تعود لحقبة ماضية لربما إدخال المال في السياسة، وما هو موقف الحركة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إذن شكرا لقناة الشروق على إثارة مثل هذا الموضوع الحساس. حركة البناء الوطني في بداية عملية جمع التوقيعات راسلت الحركة بتعليمة رسمية من طرف السيد رئيس الحركة الأستاذ عبد القادر بن قرينة، تعليمة إلى الولايات، الهياكل البلدية والهياكل الولائية والمنتخبين سواء كانوا منتخبين محليين أو منتخبين وطنيين. هذه التعليمة موجهة وتم عقد لقاءات وقراءة هذه التعليمة على الإخوة وتبليغهم بفحوها، وتتضمن أن بعدما بلغنا في بداية عملية جمع التوقيعات أن بعض المنتخبات يعني تناهى إلى مسامعنا وبعض المحاولات من بعض الأشخاص لشراء تزكيات المنتخبين لفائدة بعض من أعلن نيته للترشح. طبعا تحركت الحركة بوفق هذه التعليمة. طبعا نحن لمسنا أن هناك نية بعض الأطراف اللي يتكلم عنهم كذلك السيد رئيس الجمهورية من بقايا الفساد
الذين يريدون أن يخلطوا اللعبة السياسية، وفي انتخابات تعتبر مصيرية ورئيسية بالنسبة للشعب الجزائري في هذا الوضع الحساس، ولذلك بعض بقايا الفساد الذين يريدون أن يعودوا بمثل هذه الممارسات إلى ما قبل 2019، أين كانت تشرى الذمم والأصوات وتدفع الأموال. فطبعا بعد 2019 نحن في جزائر جديدة، جزائر جديدة تتطلب ممارسات جديدة، تتطلب كذلك أخلقت العملية السياسية. أنا نظن الحراك الشعبي المبارك رفع بطاقة حمراء في وجه هؤلاء الفاسدين، وقال كليت البلاد يا سراقين، سرقة الأموال وكذلك سرقة أصوات الشعب. فهذه تعتبر عملية، ومن أكبر الفساد أيها الأخت الكريمة هو الفساد السياسي، ولذلك أخلقت العملية السياسية تعتبر مسار حقيقي اعتمدته الدولة الجزائرية، واعتمد كذلك من طرف الرئيس من خلال يعني مختلف تدخلاته التي سمعناها، وكذلك من خلال قانون الانتخابات. بالنسبة لقانون الانتخابات أختي الكريمة، هناك حوالي 40 مادة جديدة في قانون الانتخابات، في فصل يسمى بفصل الجرائم الانتخابية، والهدف من هذا الفصل ليحوي ما يقارب 40 مادة، ولأول مرة في تاريخ الجزائر تصنف مثل هذه الممارسات على أنها جرائم انتخابية في حق المواطنين، في حق الدولة الجزائرية، في حق المؤسسات المنتخبة، ولذلك وضعت هذه المواد حدا لمثل هذه الممارسات. نجد المادة 388، وإن تتكلم على الحبس من سنة إلى 10 سنوات، ولذلك نظن كان القانون والمشرع وضع حد لمثل هذه الممارسات. ولذلك حركة البناء الوطني أولا من خلال البيان الصادر والذي وضع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وفي صفحة الحركة بأنها ترفض هذا السلوك المشين والمناقض للقانون، لأن الهدف منه هو إفساد هذه السلوكات، تريد أن تفسد الحياة السياسية وتشوه سمعة المنتخبين. الهدف كذلك هو تشويه سمعة المنتخبين. إذا ممارسات بعض الأشخاص، بعض المنتخبين إذا مارسوا هذه العملية سواء بجهل أو بحاجة أو استغلوا بضعف من طرف بعض من أبدوا نية ترشح، طبعا هذا الاستغلال مرفوض تماما، ويجب أن يتدخل القانون، ونحن نثمن تدخل النائب العام، وكيف يعني هذا يدل أن هذه التدخلات هي التي سوف تقضي مستقبلا على مثل هذه الممارسات. نعم، اليوم التحقيق في القضية ما زال مستمر، واستدعاء 3 أشخاص لربما بسبب هذا الملف. نتكلم حول الممارسات الماضية، حول إدخال المال في السياسة، شراء الذمم، قلتم بأنه في حال ما إذا ثبت قضائيا أنه استغل جهل أو حاجة أو ضعف أو طمع لأي منتخب أو غيره لأخذ تزكية مقابل مبلغ مالي، في البيان الصادر بالأمس لربما في اعتقادك، ما هي خلفيات هذا الأمر أو هذا التصرف في حال ما إذا تبت قيام هؤلاء الأشخاص 3 بهذا الأمر؟ لماذا هذا التأثير السلبي على سيرورة المسار الانتخابي لربما؟ الأخت الكريمة، نحن تعلمين جيدا أن الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية هذا المنصب الحساس في تاريخ الدول، ويعتبر أكبر مؤسسة انتخابية في الجزائر. هذه المؤسسة التي بالنسبة للشعب الجزائري تعتبر هي تعبر عن وحدته، تعبر على جهاز تنفيذي في البلاد، ولذلك إدخال مثل هذه الممارسات في هذا الظرف الحساس، أين كيف نعرف يعني منذ حوالي شهور رئيس الجمهورية ذهب إلى البرلمان وألقى كلمة في أمام المنتخبين يعني منذ فترة، وحضوره وكيف أثنى على العملية الانتخابية بالنسبة للانتخابات المحلية لسنة والانتخابات الشرعية 2021. فهذه الممارسات هي تسيء إلى هذا
تسيء الى هذا الموعد الهام في حياه الجزائريين وتشويهه، وهذا يدل ان الطابور الخامس كما تكلم عليه الرئيس وكذلك بعض الايادي التي تريد ان تخلط في الخريطه السياسيه في الجزائر وان تريد ان تمس بهذا الموعد الحساس والذي يمس بمشاعر الجزائريين في هذا الظرف الحساس، فنحن نعتقد ان هذه العمليات غير بارئه وهي محسوبه مسبقا، وكذلك من جهه اخرى نحن ننزه يعني المنتخبين من هذه الممارسات، ولكن نؤكد من جهه اخرى ان اذا اثبت القضاء والتقارير والتقارير القضائيه واثبت ان اي متورط من اي حزب من الاحزاب فليتحمل مسؤوليته يعني فيما يخص هذا الموضوع الذي يعتبر يعني بالنسبه فعل هو فعل من افعال الفساد الذي تمس بالعمليه الانتخابيه. وطبعا فصل المال عن السياسه هو جزء اساسي من عمليه التغرير وعمليه الاصلاح في الجزائر، اصلاح هذه القوانين وكذلك اصلاح العمليه السياسيه. نعم، طيب سيد قلعي، نواصل من اخر نقطه ذكرتها لربما ضروره تطبيق القوانين والتدخل المباشر للسلطات القضائيه في هذا الملف، الى اي مدى نحتاج اليوم للتطبيق الصارم للقانون في حال ما اذا تم تورط هؤلاء الاشخاص في هذه القضيه لربما قطع المجال امام هذه الممارسات مستقبلا؟ نعم، نذكر برك الاخت الكريمه ان قانون الامر المتضمن رقم 2101 يتضمن قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعني لو يطبق فقط المواد المذكوره فيه اضافه الى قانون مكافحه الفساد والى غير ذي، الماده 300 انها تتحدث بصراحه انه يعاقب بالحبس من سنتين الى يعني نحن الارماده القانونيه موجوده الان، نحتاج الى تطبيقها، الى تفعيل هذه المواد ميدانيا، يعاقب بالحبس من سنتين الى 10 سنوات وبغرامه من 20,000 الى 1,000,000 دينار جزائري كل من قدم هبات نقدا او عينا او وكذلك من وعد بوظيفة أو يقدم مزايا قص التأثير على الناخب أو على حصول على صوته مباشرة أو بواسطة الغير. فيعني المواد واضحة، يعني لو تطبق فقط هذه القوانين ونظن العدالة الجزائرية هي بالمرصاد ومن دون تحريك مثل هذه والتقارير التي سمعناها من طرف النائب العام كذلك نظن العدالة سوف تأخذ مجراها، ونحن نثمن مثل هذه الإجراءات لأنها ستؤدي إلى أخلاقة العمل السياسي في المستقبل وتكون الحياة السياسية إن شاء الله نظيفة بعيدة عن شراء ذمم وكذلك المال الفاسد. نعم، شكرا لك سيد وهاب قلعي مدير العمليات الانتخابية في حركة البناء الوطني على هذه المداخلة. شكرا لك الأخت كريمة. العفو. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام فترة كل الأخبار، يلقاكم الزملاء من القسم الرياضي بعد لحظات، إلى اللقاء.